هالشم ضلوع الحافظ يا رب يصير خذ ما تريد وانا اضل صابر وين دموع اقدمها الك قربان الدموع مغمدين الله على تنجل غيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. على بركة الله تعالى نبدأ بحثنا تحت عنوان الإمام الحسين عليه السلام والتوحيد والرد على الملحدين. إن زعماء المادية هم أول المضحين وآخر المستفيدين في جميع سلوكهم ونظرياتهم، على عكس زعماءكم. عن أي تضحيات تتكلم وعن أي زعماء تتحدث؟ فزعماء المادية أنتجوا سيول من الدماء الإنسانية التي سفكت بسبب نظرياتهم وأنظمتهم في الحكم، ففي كل سنة معدل ضحايا الحكم البلاشفة الماديين يبلغ 1,000,000 ضحية. كذلك فاق عدد ضحايا الحربين العالميتين على أيدي الماديين الرأسماليين 70,000,000 إنسان، في حين إن زعماءنا هم أول من يضحون بأنفسهم حقنا لدماء الأمة وفي سبيل مبادئه. فالإمام الحسين عليه السلام ضحى بنفسه وقاد جيشه وأصحابه وإخوانه، بل ضحى حتى بالشباب والأشبال من أجل إرساء قيم الإنسانية والإسلام. من حقك أن تنتقد الزعماء المنتفعين الانتهازيين المستغلين لاسم الدين وثرائهم الفاحش، لكن لا تعمم حكمك على الزعماء الحقيقيين المخلصين للإسلام الذين يشهد لهم التاريخ بأنهم قدموا الغالي والنفيس في سبيل الإنسانية والدين. كما أن قيمنا الروحية الإلهية قد أنتجت الأسرة المؤمنة النموذج الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله تعالى. كما أنتجت قيمنا الروحية زينب عليها السلام نموذج المرأة الصابرة قائدة الزينبيات الطاهرات، والتي حملت هم الإعلام لثورة الإصلاح والاعتدال والوسطية التي قادها وضحى من أجلها الحسين عليه السلام بدمه الزكي، فكان يخطب في القوم ويعظهم قبل أن يستل سيفه. فغايته الهداية لا الحرب والدماء. أيضا أنتجت قيمنا الروحية جيل الشباب بقيادة علي الأكبر، وجيل الأشبال بقيادة القاسم وعبد الله الرضيع ورقية سلام الله عليهما، الجيل الواعي الذي حمل هم الإصلاح مع قائدهم الإمام الحسين عليه السلام. كما أنتجت قيمنا الروحية المهدي القائم عليه السلام الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا ووسطية واعتدال بعدما ملئت لما وجورا وتطرفا. زعماء المادية يدافعون عن مبادئهم بكل ما أوتوا من قوة. زعماء المادية سلوكهم يخالف نظرياتهم ذاتها، فالشيوعية نظريا تجعل الفرد في خدمة المجموع، لكن لينين وستالين جعلا كل المجتمع في خدمتهما، والرأسماليون نظريا يجعلون المجتمع في خدمة الفرد، لكنهم سلوكا وعملا يسرقون جهد الفرد. بينما الإمام الحسين عليه السلام حين أراد الانتصار لدين التوحيد وقيم الإسلام جسد ذلك عمليا إلى درجة أنه أرخص مهجته في سبيل مبادئه.
التي يؤمن بها، فلم يكن مثالا أوضح من الحسين عليه السلام نفسه كحد فاصل بين الاستقامة وبين الانحراف الذي حصل في المجتمع الإسلامي. فأراد أن يقول للناس: أنا الاستقامة بعينها، أنا الإسلام المحمدي بعينه، أنا الإنسانية بعينها، أبرز نفسي لمواجهة الانحراف والوحشية التي أصابت أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم. فلولا تضحيته آنذاك بنفسه لما استطاعت الأمة أن تميز المنهج القويم من المنهج السقيم. ومن هنا نقول إن الكثير من شبابنا ممن يدعي الإلحاد فإن كلامه ليس عن علم واعتقاد، بل هو ردة فعل على الفساد والظلم الذي وقع عليه وعلى غيره بسبب استغلال اسم الدين. فيرجى تصحيح الفكر والاعتقاد، فمن حقك أن تنتقد الفساد والظلم وترفضه وترفض الفاسدين والمفسدين، ولكن عليك أن تعلم وتتيقن إن الأديان سبقتك وسبقت غيرك في رفض الظلم والفساد والطغيان. وكنموذج نقدمه أمامك لهذا الرفض هو الإمام الحسين عليه السلام، الذي لم يخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرج لأجل الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله، رافضا كل الانحرافات الأخلاقية والعقدية التي انتابت المجتمع الإسلامي بسبب الطغاة. راجع نفسك وابحث عن منظومة دينية أخلاقية تضبط بها أفعالك وأقوالك، ولا تكن ملحدا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. الله.